مصر الأعلى عالميا في نسبة الإصابة بفيروس سي. مصر فيها أكتر من 7% إصابة بفيروس سي. الحكومة ابتدت تلتفت لهذا الخطر الكبير منذ فترة، ونزلت عقار سوفالدي من فترة، ودلوقتي بتستعد وزارة الصحة لطرح 3 عقارات جديدة لعلاج فيروس سي قبل نهاية السنة دي. بيشرفنا النهاردة دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عشان نتكلم على الموضوع ده. أعتقد ده موضوع يهم شريحة كبيرة جدا من المصريين المصابين بفيروس سي. يا رب نكون قادرين النهاردة نرد على كل تساؤلاتكم. وأعتقد يعني لو ممكن نفتح التليفونات كمان نسمع رأي الناس، أو لو ليهم تساؤلات عند دكتور حسام يا ريت. نهارك سيء يا فندم، منورنا. هل الارقام اللي انا قلتها صحيحه؟ هل يعني نسبه الاصابه، لان انا وانا بعمل ريسيرش بصراحه لقيت ارقام كتير متضاربه، يعني لقيت 22%، لقيت 12%، لقيت 7%، فايه الرقم الحقيقي بقى؟ بصي هيك، احنا كان عندنا مسح ديموغرافي لمصر سنه 2008 كان بيقول انه النسبه هي في حدود 9.8، يعني تقريبا 10%، دي نسبه معدلات الاصابه بفيروس سي. ده امتى اللي حصل؟ 2008. 2008 بس ما فيش تحديث حصل للموضوع. لا، حصل في 2014، اللي هو 2000 اخر 2014 وبدايات 2015 المسح الديموغرافي الجديد اللي اتعمل بيقول ان النسبه عندنا تقريبا 7%، وفي فئات عمريه وصلت فيها النسبه الى 4، وفي فئات عمريه وصلت فيها النسبه الى 2%. فالحقيقه بس احنا يعني بتتناقص. احنا لم نعد الدوله الاكثر اصابه في العالم بفيروس سي. ده انا كتبت بس فيروس سي مصر وجوجل، كل المواقع منزله، حتى يعني مواقع اجنبيه يعني منزله مصر الاعلى اصابه، مصر الاعلى اصابه. ده من فتره، ده من 2008 وما قبل ذلك. احنا بعد 2008 او تحديدا الحقيقه من بدايه 2011 2012 بقى في خطه قوميه حقيقيه لجعل مصر خاليه من فيروس سي. بدات باهم جزء وهو الوقايه، لانه من المهم جدا ان يكون هناك وقايه طبعا. ثم يعني الحمد لله وفقنا في مصر في ان احنا نكون من اوائل الدول التي تحصل على العقاقير المعالجة لفيروس سي الجديدة. وده كان الحقيقة جهد جبار ان احنا نقدر ناخد الدواء في نفس الوقت اللي المواطن الامريكي فيه بياخد الدواء لعلاج فيروس سي، كان المواطن المصري بياخده في نفس التوقيت. ومع انا بس عايزة قبل ما ادخل في العقار اعرف اصلا ليه النسبة عالية كده قوي في مصر. ليه النسبة عالية؟ لأسباب عديدة. اول حاجة، السبب الاساسي هو أنه لم يكن هناك برنامج قومي للتعامل مع العدوى وعدوى المستشفيات تحديدا. لم يكن هناك برنامج قومي للنقل الآمن للدم، لم يكن هناك برنامج قومي للحقن الآمن، وكل دي هي الوسائل التي يتم من خلالها انتقال فيروس سي. أيضا الأماكن اللي هي المنشآت الغير طبية زي صالونات الحلاقة للرجالة ومراكز التجميل للسيدات، كل دي أماكن من شأنها إن لم يتبع فيها شروط مكافحة العدوى أن تكون سبباً لنقل الفيروس. والحقيقة استخدام حتى القابلات، حتى الزائرات الصحيات الداية، كل دي محتاجة إلى شروط ومعايير في استخدام معايير مكافحة العدوى. لو ما عملتهاش هينتقل. ولهذا إحنا زي ما كان في يوم من الأيام عندنا نسبة أكبر بلد فيها بالهرتيا بسبب التعامل مع الترع والمصارف بشكل غير آمن. نفس الكلام لفترة طويلة. مشكلة فيروس سي إنه منظمة الصحة العالمية بتسميه القاتل الصامت، لأنه بيصاب بالإنسان وممكن يعيش حياته كلها ويتوفى وهو ما يعرفش إنه عنده فيروس سي. كثير من المصريين اكتشفوا فيروس سي لما كانوا مسافرين. أعراضه بتكون إيه يا دكتور؟ عشان لا، هي في المراحل في المراحل الأولى للمرض ما بيبقاش في أعراض ظاهرة أكتر من بعض الإعياء أحيانا، لكن كلما توغل المرض في الجسم وكلما انتقل من مرحلة اللي بنسميها الأولى للثانية للثالثة للرابعة بيصل إلى تليف الكبدي والفشل الكبدي والاستسقاء ثم النزيف الدوالي المريء وبينتهي بالوفاة.
بيفضل صامت طول هذه الفترة حتى يعبر عن نفسه بهذه الصورة البشعة، وبالتالي كثير من الناس زي ما بقول لحضرتك كده اكتشفوا انهم مصابون بفيروس سي وهم رايحين يسافروا في عقد عمل في احدى الدول لما اللي بتشترط الحصول على تحليل سلامه من او ان يكون هو ده بيظهر في تحليل الدم العادي ولا لازم في تحليل خاص للفيروس سي؟ يعني في تحاليل بنسميها مسحيه رابيد تيست، يعني بتقول انه يا اما نيجاتيف يا اما بوزيتيف لكنها غير دقيقه، لكن التحليل الدقيق هو تحليل البي سي ار الكمي، وهو ده اللي بيحدد تحديدا في عندنا مشكله ولا لا. لكن في وسائل تحاليل بنعملها عشان المسح لاعداد كبيره من الناس، نقدر اللي بيطلع بوزيتيف نقدر نتاكد بقى من خلال يعني السلبي. لو مثلا حد الناس بتعمل عاده اللي هي صوره الدم الكامله دي ما يبانش فيه؟ لا ما بيبانش فيه، لازم. فعشان كده جزء من الخطه القوميه لجعل مصر خاليه من فيروس سي ان احنا بنعمل مسوح للاماكن اللي فيها تجمعات. بدانا بالاتفاق مع صندوق الزكاه بمبادره كريمه من شيخ الازهر الحقيقه، وخصص 100 مليون جنيه انه يبقى في مسح لعمال المصانع وعلاج لمن يكتشف انه مريض. الحقيقه القوات المسلحة أيضا بدأت التعامل مع اللي داخلين الجيش والمجندين. إن شاء الله هيبقى في مسوحات لطلبة الجامعات. من الأفكار المطروحة أن يبقى في مسح للناس اللي رايحة تعمل رخص قيادة، لأنه في النهاية الهدف هو أن نكتشف المرض، أن نعالج المرض، وقبل ذلك أن نمنع إصابة المرض. طيب العقارات الثلاثة الجديدة، احنا عارفين ان في سوفالدي ظهر من احنا بدأنا في شهر 10/2014. ايه الثلاث عقارات الجديدة، وهل العقارات الثلاثة وسوفالدي بتعالج كلها نفس المرض ولا كل حالة وليها عقارها؟ طيب خلينا نبدأ الأول ليه جديدة، يعني خلينا نشوف ايه اللي كان قديم واللي هيبقى جديد. يعني ده سؤال حلو. السوفالدي هو عقار ما بيتاخدش منفرد، يعني دايما محتاج معاه عقاقير مساعدة عشان يؤدي دوره على أكمل وجه. فكان في بروتوكول علاجي عبارة عن عقار السوفالدي مع عقار الانترفيرون مع عقار الريبافاير، ده كان بروتوكول بيتاخد لمدة 3 شهور. في ناس ما عندهاش القدرة أن هي تتعاطى الانترفيرون بسبب آثاره الجانبية الشديدة عليها، فكانوا بياخدوا بروتوكول مكون من السوفالدي والريبافاير لمدة 6 شهور. بعد فترة أثبتت الدراسات أنه نسب النجاح بتاعة البروتوكول ده مش عالية، وبالتالي غيرنا بناء على توصيات المنظمات العالمية. بقى في عقار نزل جديد وجبناه في مصر فعلا اسمه الأوليسيو. أوليسيو ده بقى بيتاخد مع السوفالدي والأوليسيو كبروتوكول ثلاثي، أو ما زال الانترفيرون والريبافايرين والسوفالدي ده بروتوكول ثلاثي. الأيام القليلة القادمة يعني إن شاء الله في شهر 9 منتصفه أو نهايته، في عقار اسمه داكلاس فير، ده العقار ده هينزل يتاخد مع السوفالدي برضه. يبقى في عندنا سوفالدي وأوليسيو أو سوفالدي وداكلاس فير كبروتوكول علاجي برضه لمدة 3 شهور. لكن بعيدا عن تركيبة السوفالدي وأشقائه دول، هل هتكون في دواء عقار جديد يحل محل دواء؟ نيجي بقى للجيل الثاني أو الجديد. المعدل بقى. المعدل. في ان شاء الله على قبل نهايه السنه دي في هيئه الاغذيه والادويه الامريكيه وافقت على عقارين من تقريبا سنه، دول بيتاخدوا لوحدهم، يعني بتاخدي قرص واحد كل يوم، مش محتاجه لا انترفيرون ولا ريبابايرين ولا اوليسي ولا غيره. العقارين دول في حاجه اسمها فيروباك او كيوريفو، وحاجه اسمها هارفوني. الدواء ده امبارح لسه في واحد من الادويه دي احنا تم تسجيله خلاص في مصر. انهي فيهم؟ الكيوريفو. والتاني برضو بينتهي خلال الايام القليله القادمه. بحيث انه خلاص يتسجل وهنبدا ده المعمول بيه دلوقتي، ده اللي بيتم العلاج بيه في الخارج دلوقتي. في الخارج ما زالوا بيستخدموا نفس الفكره، يا الاسلوب ده يا الاسلوب ده، ما احنا مش هنوقف ده. هي الفكره بس انه في مرضى ما بيستجيبوش للبروتوكول الاولاني، فمن الافيد ليهم انهم ياخدوا التاني. في مرضى حالتهم الصحيه، لانه مثلا واحد من هذين العقارين، عشان بس الواحد ما بيبقاش بيعمل نوع من الدعايه، بيستخدم مع مرضى الفشل الكلوي كمان. يعني اللي عنده فشل كبدي وفشل كلوي العقار ده امن معاه، فنقدر نستخدمه مع، يعني هيبقى عندنا اول حاجه
اسهل وتكلفته الاجماليه اقل، لان انا مش محتاج 3 عقارات فالكورس العلاجي هيبقى تكلفته اقل، وفي نفس الوقت هيبقى عندي مجموعه اوسع من المرضى اللي كانوا غير قادرين، احنا غير قادرين على علاجهم بالبروتوكولات القديمه، هينضموا للعلاج بالبروتوكولات الجديده اللي هي فيها عقار واحد بس. هل هو اوفر كمان ماديا؟ اوفر ماديا ككورس علاجي. يعني التكلفه الاجماليه للكورس العلاجي هتبقى اقل، لان انا مش محتاج اخد 3 ادويه مع بعض، ما انا بجمع سعر 3 ادويه. لكن في جميع الاحوال احنا سواء في السوفالدي او في غيره بيتم صرف ده من خلال منافذ اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه على نفقه الدوله، فالمريض ما بيتكلفش حاجه، او من خلال منافذ التامين الصحي على حساب التامين الصحي. والعقارات الجديده هتنزل بنفس الشروط الطريقة. يعني برضو عن طريق التامين الصحي مجانيه للناس للمصابين المحتاجين يعني. بالضبط. فاحنا في احنا في 100 واكثر من 140 الف او 150 الف اللي تم علاجهم بالعقارات القديمه، نسبه لا تتجاوز 10% منهم اللي دفعوا على حسابهم. طب نسبه الشفاء بقى كانت كام؟ نسبه الشفاء بتختلف باختلاف المرحله المرضيه. يعني لو انا عندي المرض في مراحله المتقدمه جدا، وده اللي احنا بدانا بيه فعليا اللي هي الاف 4، نسبه الشفاء بتزادت عندنا عن ال 86-87%، ودي اعلى من المعدلات. نسبة متاخره ولا متقدمه؟ يعني متقدمة يعني في التأخر، يعني احنا يعني يعني متقدمة يعني اللي هي المراحل النهائية اللي من سائت يعني. اللي هي سيئة. انما في الاف زيرو مثلا اللي هي المراحل الأولية من المرض او بدايات المرض، نسبة الشفاء زادت عن ال 95 و96%. والثانية 78 ولا 87؟ 87. طب كويس برضه جدا. ما هو في النسبة دي في الانترفيرون، لما المرضى اللي خدوا انترفيرون كانت النسبة 20%. فأنا عندي فرق كبير جدا. وحتى الناس حضرتك بتتكلم على 87% دي فيما يخص السوفالدي البروتوكول العلاجي بتاع السوفالدي والانترفيرون والريبابايد. وحتى ودلوقتي كمان هيبقى عندي فرصة قوية إن الناس اللي ما خفتش من البروتوكول دوت هتاخد العقار الجديد ونسبة شفائهم هتبقى أعلى إن شاء الله. المتوقع للعقار الجديد تكون نسب الشفاء فيه أعلى من كده. هي بس الفكرة إحنا عايزين نحدد، يعني في أحيانا الكلام بيطلق إجمالي. بنقول إنه إجمالي نسب الشفاء من العقار ده 95%، 96%، 97%، 93%، ده كلام إجمالي، لكن لما أجي ده المتوسط يعني، لكن لما أجي أقول بقى كلام دقيق وعلمي، هو أنا في أي مرحلة من مراحل المرض؟ أيوة. انا في اف 0 ولا في اف 1 ولا في اف 2 ولا في اف 3 ولا في اف 4؟ هي 4 مراحل. 4 مراحل بعد كده بندخل في التليف الكبدي. هل انا بتكلم على نسب شفاء في اي واحده من دول؟ دي مساله مهمه. بتكلم على نسب شفاء في اي مرحله عمريه؟ ما هي كل مرحله عمريه تختلف. وبالتالي فعموما الناس بتتكلم كلام اجمالي. بتقول ان نسب الشفاء تتجاوز ال 95%. لكن كل مرحله عمريه وليها كل مرحله عمريه معين، ولكل حالات وكل مرحله في المرض ليها سيرفي معين. ده كلام العلم، بس ده لما حضراتكم تعملوا تقرير بقى جديد ان حضرتك تبقى معانا ونعمل ونتكلم عليه بالتفصيل بقى بشكل فعلا علمي ادق. طيب هل في فحوصات معينه لازم المريض يعملها عشان يعرف انهي عقار من الجداد والقدام بقى اللي ينفع له بالظبط؟ في 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 طبعا، يعني اهم حاجه احنا بنعمل حاجه اسمها البي سي ار او تحليل الدم. ده بالاضافه الى مجموعه من الفحوصات المتعلقه بوجود مضاعفات او لا، يعني احيانا بنحتاج نعمل منظار على الكبد، احيانا بنحتاج ناخد عينه من الكبد، احيانا ما بنحتاجش. لازم هنعمل سونار او موجات فوق صوتيه. ففي كثير من الفحوصات، هو الحقيقه لما المريض بيسجل على موقع اللجنه القوميه للفيروسات وبيروح يكشف في اول مره، بيتحدد له من خلال تشيك ليست كده قايمه ايه الحاجات اللي هو محتاجها ان هو يعملها بناء على الكشف الاكلينيكي والتاريخ المرضي للحاله. نتيجه الفحوصات دي هي اللي بتحدد احنا هنمشي في اي اتجاه. يعني هي بس احيانا يعني احنا بنقول انه في عندنا احيانا نوع من انواع التاخير واحيانا الناس بتجد مشقه الحقيقه في الفحوصات، وعشان كده احنا النهارده احسن من 10 شهور فاتوا بكتير. اكيد قوائم الانتظار بتاعتنا بتتحسن،
فمعلش يعني الناس تستحملنا شويه، لكن والله احنا ناس لا بس احنا يعني كويس قوي ان في اهتمام من الدوله اللي هي تنزل العقارات الحديثه والاب تو ديت يعني وكمان ان شاء للناس الله الدنيا ومدعومه، ده يعني شيء عظيم جدا. يعني لو حضرتك تعرفي انه السوفالدي المصري او اللي هو اللي احنا جبناه في مصر ثمن العلبه بره 28,000 دولار، احنا في مصر خدناها ب 300 دولار. امال الجداد بكام بقى؟ الجداد متوسط ثمن العلبه من 84 الى 100 وشويه الف دولار. 1000 دولار العلبه الواحده؟ العلبه الواحده يعني تساوي 500 مليون جنيه تقريبا يعني. العلبه الواحده؟ العلب 500,000. 500,000 يعني 500,000 جنيه العلبه الواحده. العلبه الواحده وهتطرح للناس؟ لا احنا في مصر احنا تطرح مجاني، بس احنا الحمد لله خدناها في مصر ب 3200 جنيه. فطبعا انا عارف انه بيجي كتير، بس لما تقارن ب 84,000 دولار بره و 3200 جنيه احنا نعتبر عاملين انجاز غير مسبوق. عاملين ديل عظيمه جدا يعني، برافو للي عمل الديل دي يعني. الوقايه يا فندم بقى يعني ازاي الناس تقي نفسها من الاصابه بفيروس سي؟ وطبعا فيروس سي يعني الوقايه خير من العلاج زي ما دايما بتقول. درهم ووقايه خير من قاري علاج. ده فيروس سي هو الفيروس الذي ينتقل من خلال الدم ومشتقاته. وبالتالي اهم طرق الوقايه انه ما يبقاش فيه احتكاك ما بين دم وجسد الانسان، عشان ممكن ينتقل من خلال اي جرح او من خلال الاستعمال الغير امن للحقن. تكرار استخدام الحقن ده من الاسباب الاساسيه لانتقال الفيروس. الحكايه دي خلاص بقت قديمه بقى يعني، خلاص والله مع الاسف البلاستيك بقى والحاجات، ما هو حتى البلاستيك ما زال بيمكن استخدامه. ولهذا احنا كان لسه في من شهر تقريبا بروتوكول تم توقيعه ما بين مصر ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لإنشاء أول مصنع للحقن ذاتية التدمير في الشرق الأوسط. يعني الحقنة بتستخدم مرة واحدة وتبوظ، مش بس تترمي، لا خلاص كده مش هينفع تستخدمها تاني. في أطلقنا حملة، وأطلق الدكتور عادل عدلي وزير الصحة حملة اسمها أكباد المصريين. أكباد المصريين. الحملة دي مبنية على أن كل الأماكن التي يحتمل انتقال فيروس سي فيها يتم أولا تدريب العاملين فيها على التعامل الآمن، زي صالونات الحلاقة، زي العيادات، زي مراكز التجميل. وبدأنا تدريب فعلا ب 30 واحد اللي هم المدربين على مستوى المحافظات، وبنستمر في التدريب بحيث أنه بعد كده حضرتك هتروحي لصالون الحلاقة، هتروحي لمركز التجميل، هتلاقي شعار ولوجو ده آمن او من سيف فور سي. يعني وزاره الصحه هتكون بتراقب على الجهات دي، بتراقب بتدرب الاول وتعلم الاول وبعد كده تراقب. وهنحط في الاول زي ما ان المكان ده عارفه زي صديق للبيئه كده، المكان ده بقى صديق لكبد المصريين. ده حاجه كويسه قوي. وبعد شويه لما يبقى دي ثقافه ووعي عام، الاول هيبقى اختياري، هيبقى اجباري. بعد كده لما يبقى ثقافه ووعي عام عند كل المحلات انه ويجد انه في فايده عايده عليه لما يبقى صديق لاكباد المصريين، ده صديق للبيئه. بعد كده الخطه انه اللي مش هيلتزم هيتم اغلاقه، بحيث انه يبقى في حمله قويه. ده بالاضافه طبعا للتطوير اللي احنا بنعمله في بنوك الدم وآلية اكتشاف الفيروسز واستخدام بروتوكولات حديثة. زمان كان الاعتماد على تحليل الأجسام المضادة، يعني أنا بعرف إزاي إنه في الفيروس، إن الأجسام المضادة اللي بيكونها الجسم ضد الفيروس هي دي اللي بتطلع عندي في التحاليل. ده أحيانا بياخد وقت. يعني ممكن الإنسان لا قدر الله يصاب ويروح بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة يعمل تحليل يطلع سلبي، بس لانه جسمه لسه ما كونش الاجسام المضاده. ففي فتره قد تصل الى 6 اشهر يصاب فيها الانسان ويظهر تحليله سلبي، وده ممكن يتبرع بالدم في الفتره ديت، محدش يكتشف انه مصاب. امال الجديد ايه؟ الجديد بقى ان انا بعتمد على حاجه اسمها النات تكنولوجي، بعتمد على تحليل الفيروس نفسه، ان انا بكتشف الفيروس في الدم بوسائل تانية. فده في اللحظه اللي لا قدر الله بيصاب فيها الانسان بيتم اكتشافه على طول، ما بقاش عندي فتره طويله ممكن يظل فيها غير مكتشف. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه، ونهارك سعيد. بتمنى تكون مصر خلال الفتره القادمه خاليه من فيروس سي تماما، يعني احنا شايفين النسبه بتتناقص. الوقايه خير من العلاج، دكتور حسام قال ازاي كمان طرق الوقايه، ان شاء الله كلنا نلتزم بيها وتكون مصر خلال سنوات قليله قادمه خاليه تماما من فيروس سي. فقراتنا لسه متواصله معاكم في نهارك سعيد، راجعين بس بعد الفاصل.